أسرة مجلس قضاء عين شمسنت، أرحب بضيوفنا الكرام السادة سيدنا كل المحامين، السادة القضاة، زملائنا في الضبطية القضائية في الجمارك، في كل باسمه ومقامه. كما أرحب وأجدد الشكر للسادة دكاترة أعضاء المجلس الجهوي للإخلاقيات من هنا في الطب الذين كان لهم الشرف على إلقاء على غير محاضرتين أو مداخلتين في إطار هذا اليوم الدراسي التحسيسي الخاص بالوقاية من آفة المخدرات والمؤثرات العقلية وسبل الوقاية منهما ومكافحتهما. لا أطيل الكلمة، ووجه الكلمة الآن للسيد الدكتور العزوني رئيس المجلس الجهوي لأخلاقيات مهنة الطب للغرب الجزائري، فليتفضل. مشكورا.